أموركم بخير وجمعة مباركة للجميع. هنحكي لكم اليوم عن التيمبوكتو جرين تاكس باركينج قاعد نستارت فيها. أجندة البرزنتيشن هي حتكون على الشكل التالي: أول شيء مهمة التكنولوجيا الخضراء في كينيا، رقم ثلاثة المسرع بتسريع الطاقة، أربعة شو هي الفوائد من هذا البرنامج، خمسة آلية التقديم، وبنهاية الجلسة حيكون عنا أسئلة واستفسارات. بنبدأ أول شيء بمهمة تمبوكتو. مثل ما عم تقول النص، اليوم الكثير من الـ early stages، عفوا، عم يكون عنا المزيد وأفضل من الـ early stage risk capital، واللي هي عبارة عن رأس المال more diffused وموجود بشكل محلي، وعم يكون more inclusive، أو مثل ما بنقول نحن باللغة العربية عم يكون دمج أكثر. وعم نحاول أيضا التيمبوكتو هو يصلح الفراجمنتد ايكو سيستم، أو البيئة، بيئة العمل المقسمة أو المجزأة. وآخر شيء لنبني البان أفريكان ستارت أبس، واللي هي المشاريع الناشئة المختصة بأفريقيا. بالنسبة لـ UNDP بأفريقيا، المونشوت هو برنامج المونشوت اللي عم تحاول تحقق أهداف من خلال الـ UNDP. بعد 10 سنين نتوقع أنه نحن نصل لمليون بليون دولار، تمام، أو تريليون باللغة، أو مليار باللغة العربية. نقدر ندعم 10 آلاف مشروع ناشئ ستارت أبس، 1000 مشروع ناشئ تو بي سكيلد يكبر بالحجم. نساعد بما يقارب ال 100 مليون سبل عيش نأثر فيها، وبنفس الوقت نقدر نصنع 10 مليار دولار كقيمة تنشأ. نجي لتيمبوكتو هوبس. تيمبوكتو هوبس موجودة بعشر دول، منا مصر، منا بالقاهرة، بأديس بابا، نيروبي، لوساكا، كيب تاون، كيغالي، لاغوس، أكرا، وداكار، كازابلانكا. طبعا كل وحدة من هدول المدن موجود فيها اختصاصات معينة. بالقاهرة بالإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية، اللوجيستكس والتجارة، بلاكوس إلى علاقة بالتكنولوجيا المالية أو الفنتك، بأكرا بالتقنية الزراعية، بدكار بموضوع السياحة، التقنيات السياحية والتقنيات التعليمية، كازابلانكا بالمدن الذكية والتحرك والنقل، بلساكا بموضوع المينتك، بكيب تاون بموضوع الإبداع والابتكار، بكيغالي بموضوع التقنيات الطبية، بنيروبي بموضوع المناخ والطاقة. وأديس بابا بالمانيوتك. هي بلمحة بسيطة تيمبوكتو وبالمدن والاختصاصات تبعها. هون عم نحكي الشبكة اللي شبكة الشركاء اللي عم تدعم هي الستارت ابس او المشاريع الناشئة. بنحكي عن سياسات، قوانين، موضوع الامور المالية والاكسس تو فاينانس، الوصول لرأس المال، وعم نحكي عن البنى التحتية اللي بتشتمل الطاقة وغيره. ثانيا بنحكي بالامور الفاينانس او الامور المالية، المنح، المانحين الملائكيين او الانجل انفسترز، المستثمرين الملائكيين، الفينشر كابيتال، اصحاب رؤوس الاموال. وطبعا في عندنا التمويلات القادمه من المؤسسات. ثالثا عندنا الايكو سيستم سبورت، اللي هو الدعم الخاص بالبيئه. في عندنا حاضنات مشاريع، مسرعات شركات ناشئه، والعديد من التجمعات الهبس والمساحات العمل التشاركية مثل الكووركينج سبيس. رابعا عن الكوربريتس أو الشركات الكبيرة، اللي هي بتقدم الكوربريت انوفيشن بروجرامز، البرامج الخاصة بالشركات الأصغر اللي لها علاقة بالابتكار ومساعدة ودعم للمنتجات. خامسا في عنا الإديوكيشن أو التعليم، في عنا التعليم بحد ذاته، البحث، توليد المعلومات ونقل المعلومات. سادسا واللي هو الأخير، الميديا، أو اللي هو وسائل الإعلام. في عندنا البزنس بروجرامينج، يعني إنه يكون إحنا يكون في عندنا برامج بتدعم هذا الموضوع. في عندنا الذكاء الاصطناعي، الإدارة الذكية،
في عنا التعليم العام والناريتيف السياق. ليش التجرين تكنولوجي أو لماذا التكنولوجيا الخضراء؟ لأنه بضغط، خلينا نقول، العديد من الممارسات والابتكار اللي هي، وبنفس الوقت ترفع موضوع الاستدامة. ونحن عم نحكي اليوم عن مثلا عن الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، الحفاظ على الماء والأبنية الخضراء. وكيني هلا بشكل عام عم يكون في عنده نهضة بموضوع التكنولوجيا الخضراء، وعم تساعد البلد ليكون عنده طاقة متجددة وبنفس الوقت بممارسات مستدامة. ليش كينيا؟ لأنه البيئة المساعدة بكينيا عندها التزام كامل بموضوع الطاقة المتجددة، بموضوع الابتكار، بموضوع التكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة فيها، مع تركيز على موضوع الاستدامة. أيضا في دعم حكومي، وعم بيكون في على في عم بيكون شراكات قوية مع الحكومات، مع الوزارات الخاصة بالمعلومات، الوزارات الخاصة بالتواصل والديجيتال ايكونومي او الاقتصاد الرقمي. واخيرا عندنا في نهضه بموضوع البنيه التحتيه او البناء الخاصه بموضوع العمار الاخضر والاستدامه، وعم يكون في استثمارات كبيره، استثمارات ماديه، استثمارات تقنيه، وفي تفعيل لسوق العمل، سوق اللي يدعم هذا الموضوع. بنحكي عن البرنامج الثاني، او هو مسرع برنامج تسريع الطاقة. من خلال البرنامج نحن عم نبحث عن مشاريع ناشئة ستارت ابس لتطور تقنيات بالمجالات التالية: الطاقة والوصول لها وكفاءة استخدامها، موضوع الرقمنة، الانترنت الأشياء والديستريبيوتد ليدجر تكنولوجيز. ثالثا في عنا التكنولوجيا اللي بتستهلك، التكنولوجيا بتستهلك كميات أقل من الكربون. في عندنا بعدين نموذج الأعمال الخاصة بالطاقة النظيفة والمبتكرة، في طاقة، بعدين أنظمة الطاقة الذكية وأنظمة تخزين الطاقة الذكية أيضا والنظيفة. بعدين عندنا قبل الأخيرين في عندنا موضوع الطاقة النظيفة والمستدامة، وقبل الأخير في عنا النقل ووسائل النقل المستدامة، وآخر شيء إدارة منظومات الطاقة. ما هي الفوائد التي سيحصل عليها المشاريع هون؟ راح يكون في عنا دعم على موضوع ريادة الأعمال وموضوع أهداف التنمية المستدامة، راح يكون في عنا وصول لعدد من الممولين والمستثمرين، راح يكون في عنا ورشات وأحداث راح يكون فيها دعم للإيكو سيستم، رح يكون في عنا برامج إرشاد وتدريب منتورشيب وكوتشينج، رح يكون في ربط لشركاء استراتيجيين وأشخاص ضمن الصناعات اللي نحن بنستهدفها، وأخيرا رح يكون في عنا وصول لشبكة اليو ان دي بي بأكثر من 170 دولة. شو هي شروط القبول بالبرنامج؟ بيقدم حل تقني، يعني هو بالأساس حل تقني أو مرهون بموضوع التكنولوجيا، بيساعد بمواضيع أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يكون في له إمكانية نمو عالية هاي سكيلابيلتي، بيكون في موضوع حقوق الملكية والحقوق الفكرية عامل الابتكار والتميز، يكون في له جدوى فنية، وأخيرا له وجود قانوني أو قد يكون له وجود قانوني. تمام، كما استكمال لشروط القبول، المؤسسين لهذه المشاريع الناشئة يجب أن يكونوا من جنسية أفريقية، ويجب أن تكون هذه المشاريع مسجلة في دول ضمن أفريقيا، هذه الدول عندها على الأقل 3 سنين من العمل. هذه المشاريع ولكن هي بتخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل ما حكينا سابقا بدها تكون هي تدار من قبل، او العامل الاساسي فيها هو موضوع التكنولوجيا. على الاقل عندهم مينيمم فايبل سولوشنز او ام في بي ام في اس، وطبعا هذا الشيء ممكن يكون مصرح. عنده على الاقل مكان او عمل او شيء، وهذا هو المشروع فقط للاشخاص اللي دول الذين يقطنون ضمن افريقيا.
الجدول الزمني للعمل، سوف يبدأ العمل في شهر سبتمبر وأكتوبر في 2024، وبننتقل لشهر نوفمبر 2024، عفوا بشهر 9 و10 بيكون موضوع تقديم الابليكيشنز والاختيار. تمام، بشهر 11 أو نوفمبر بيكون عندنا الأونبوردينج أو الإرشاد والبوت كامب أو المخيم اللي رح يصير. رح يكون في وجود شخصي بنيروبي بقلب كينيا ل 11 يوم. وآخر شيء في عندنا بشهر 1 السنة القادمة 2025 لشهر 6 هو الهايبريد مول، رح يكون عندنا برنامج التسريع اللي رح يكون عندنا هايبريد شخصي وأونلاين. كيف آلية التقديم؟ طبعا بتعبوا الابلكيشن اللي من خلال اللينك الموجود قدامكم او الرابط، تفتح الابلكيشن بشهر 9 24 يعني الشهر الماضي، وبتسكر بعد 3 ايام ب 27 اكتوبر. وهلا بقى بنكون خلصنا. اي اسئله او استفسارات اي حدا فيه يسالها بالعربي، انا هترجم لزميلتي ليليان بالانجليزي، وبرجع بترجم من زميلتي ليليان للانجليزي للعربي. اللي بيحب يحكي بالإنجليزي مباشرة فما في أي مشكلة. بانتظار أي أسئلة أو استفسارات من أي حدا بيناتكم، ولكم جزيل الشكر.